النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الأهلي يفتح أبواب تتش للجمهور غدا. وحسام عاشور يغيب عن نهائي دوري الأبطال. والبدر يخصص فقرة لركلات الترجيح في ميران الأهلي. مجددا والى التفاصيل. اعلن شيرين شمس المدير التنفيذي لنادي الاهلي فتح باب مدرجات ملعب تتش امام الجماهير في ميران الغد لمؤازره الفريق قبل مباراه الوداد المصيريه. وقال شمس انه اجتمع صباح اليوم بالكابتن حسام البدري المدير الفني لمناقشه ترتيبات دخول الجماهير، فيما وجه البدري الشكر لمجلس اداره النادي على انهاء الاجراءات اللازمه لدخول الجمهور في ميران الغد ايمانا منهم باهميه مساندتهم للجهاز الفني واللاعبين قبل المباريات المهمه. واكد شمس ان هناك خطه محكمه لتسهيل عمليه دخول وخروج الجماهير للحفاظ على سلامتهم، واضاف ان اداره النادي لن تسمح باعداد اكثر من ساعه مدرج مختار تتش حرصا على المشجعين. خاض لاعبو الاهلي الاساسيون والذين شاركوا في مباراه الوداد الاخيره تدريبا استشفائيا على هامش ميران الفريق صباح اليوم. واكتفت المجموعه الاساسيه والتي خاضت مباراه الوداد في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا مساء السبت بالجري ثم استكمال التدريب بالجم. وكان الفريق الاول لنادي الاهلي قد استؤنف تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس الأحد. أكد غياب حسام عاشور لاعب النادي الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام الوداد المغربي، وذلك وفقا لتصريحات خالد محمود طبيب الفريق الذي أكد عدم تعافيه من الإصابة حتى الآن. وقال الطبيب أن عاشور لا يزال يؤدي برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام شد في العضلة الضامة، وباتت فرص لحاقه بلقاء السبت المقبل صعبة للغاية. قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق ماليا بسبب تغيبه عن التدريبات لمدة يومين، وهو ما ترتب عليه عدم خوض فترة التأهيل من أجل تعافيه من إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. يأتي هذا في الوقت الذي غاب فيه اللاعب عن مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا، ومن المقرر أن يتم تحديد قيمة العقوبة وفقا للائحة المالية الخاصة بالفريق والتي اعتمدها
مجلس إدارة النادي مع بداية الموسم. حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي فقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء في نهاية ميران الفريق صباح اليوم، ويهدف البدري إلى ترتيب اللاعبين جيدا على تصويب ركلات الترجيح، خاصة وأن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي قد تنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1، وهو ما يؤدي إلى الاحتكام إلى ضربات الترجيح لتحديد الفائز بالبطولة. غاب عماد متعب لاعب الأهلي عن تدريبات فريقه اليوم التي أقيمت على استاد مختار التتش في فرع النادي بالجزيرة، وحصل اللاعب على إذن بالغياب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك بسبب مرض ابنته، على أن يستأنف اللاعب تدريباته غدا بشكل طبيعي استعدادا للسفر إلى المغرب لملاقاة الوداد المغربي في إياب نهائي أفريقيا. من ناحية أخرى، أصبح المدافع التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي مهددا بالغياب عن مواجهة الوداد والمقرر لها السبت المقبل، وذلك بسبب الاشتباه في إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبي قبل سفر بعثة الفريق إلى المغرب بعد غد لتحديد إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمه. من جانبه، قال محمد أبو العلا أخصائي التأهيل بالنادي أن اللاعب أصيب بشد في الخلفية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الوداد الأخيرة ببرج العرب، ولكنه تحمل على نفسه واستكمل المباراة ما أدى لتفاقم الإصابة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل حازم البرعي مراسل قناة النادي الأهلي. حازم، أهلا بيك. إيه آخر أخبار تمرين النهاردة؟ النهاردة وتحت شعار المستحيل مش أهلاوي، قاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
اول تدريباته استعدادا لمباراه الاياب للدور النهائي لدوري ابطال افريقيا امام فريق الوداد المغربي بعد الراحه يوم واحد اللي اعطاه كابتن حسام البدري للاعبيه بعقب مباراه الذهاب. قبل بدايه المران اجتمع كابتن حسام البدري باللاعبين في ارض الملعب. حرص كابتن حسام على تحفيز اللاعبين، اكد عليهم طبعا ان البطوله لسه في الملعب وما اتحسمتش، وكتير قوي الاهلي اتعرض لمواقف زي ديت وممكن تكون اكثر صعوبه كمان زي ما حصل في الدور ربع النهائي لهذه البطوله لما تعادل الاهلي مع الترجي التونسي 2-2 في مباراه الذهاب هنا في برج العرب. لكن فريق الاهلي استطاع تحقيق الفوز في تونس بهدفين مقابل هدف وتاهل للدور نصف النهائي. ايضا تحدث مع اللاعبين شريف اكرامي شفته احد كباتن الاهلي واحد اللاعبين الكبار في الفريق، واكد لهم على ضروره التغلب على الظروف اللي بيمر بها الفريق وضروره تحقيق الفوز لسعاده الجماهير واللي هي وضع ثقتها الكبيره في الفريق. النهارده المران بدا كالعاده بفقره التدريبات البدنيه والاحماء واللي قادها كابتن انيس الشعلالي مخطط الاحمال، ودي الفقره دي استمرت 30 دقيقه. بعد كده ادى اللاعبين تدريبات بالكره اعتمد فيها كابتن حسام على اللعب من لمسه واحده واستمرت الفقره دي في حدود 15 دقيقه. بعد كده ادى الفريق تقسيمه قويه لمده 30 دقيقه ركز خلالها كابتن حسام البدري على ضروره التحرك بدون كره والضغط على الخصم، وادى الجميع التقسيمه بمنتهى القوه والحماس، وكان في رغبه قويه عند اللاعبين للدخول في القائمه الاساسيه ان شاء الله باذن الله اللي هتسافر المغرب. في التقسيمه دي تالق اكثر من لاعب ممكن كابتن حسام يستعين بيهم زي حسين السيد، احمد حمودي، واحمد الشيخ، ومحمد هاني. احنا عارفين ان في كم اصابات كبير بيمر بيه فريق الاهلي في الفتره الحاليه. في نهايه التدريب اللاعبين اتدربوا على تسديد ضربات الجزاء تحسبا للجوء اليها، انت عارف نتيجه الذهاب كانت 1-1 ممكن نتعرض لنفس الموقف في الاياب فنلجا لضربات الجزاء. على هامش المران برضو ادى المجموعه الاساسيه اللي هي شاركت في مباراه الوداد تدريبات استشفائيه وتاهيليه من خلال الجري حول الملعب وتدريبات بدنيه في الجيم اللي هم احمد فتحي، سعد سمير، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، جونيور اجاييه، وليد ازار، وعمرو السوليه. نعم. النهارده في التمرين اكرم توفيق ما قدرش يكمل المران، شعوره بالام في عضلات الظهر، وتوجه للدكتور خالد محمود اللي هو وقع عليه الكشف الطبي وفضل انه ما يستكملش المران. حازم البراعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معي عبر الهاتف. من ناحية أخرى غادر صباح اليوم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية إلى المغرب للاطمئنان على ترتيبات إقامة بعثة الأهلي قبل لقاء الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق بعد غد قبل اللقاء بثلاثة أيام، حيث يسعى الجهاز الفني لفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة. صرح شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي بأنه تم الانتهاء من إجراءات السفر لبعثة الفريق والتي ستتوجه إلى المغرب بعد غد استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي. وأوضح شمس إلى أن إجراءات السفر تمت لكل لاعبي الفريق بدون استثناء، مشيرا إلى أن حسام البدري المدير الفني هو من سيقرر سفر الفريق بالكامل أو لا. خاض وليد سليمان لاعب النادي الاهلي تدريباته اليوم في صاله الجيمنازيوم وذلك على هامش ميران الفريق الجماعي والذي اقيم صباح اليوم. ويعاني وليد من تقلصات في عضلات الظهر خرج على اثرها من لقاء الوداد الاخير ببطوله افريقيا. ومن المنتظر ان يتحدد مصير اللاعب من المشاركه في لقاء الوداد بالدار البيضاء خلال ساعات بعد الخضوع لفحص طبي تحت اشراف الجهاز الطبي.
يواصل مروان محسن مهاجم النادي خوض تدريبات تأهيلية على هامش ميران الفريق والذي يقام على ملعب تتش في الجزيرة. وخصص طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق فقرة التأهيل بالكرة بعد عودته من رحلة ألمانيا، وعاد اللاعب من ألمانيا أول أمس السبت في الرحلة العلاجية الأخيرة بسبب إصابته بالرباط الصليبي. ومن المقرر دخول اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي تمهيدا لعودته للمباريات من جديد. صرح علاء الدين الرحالي طبيب فريق الوداد المغربي بأن مشاركة اللاعب محمد أونغ في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا مستبعدة بعد الإصابة والتي تعرض لها أمام الأهلي في مباراة الذهاب. وأكد الرحالي أن اللاعب سيخضع للفحوصات اللازمة خلال الأسبوع الجاري للكشف عن مدة غيابه، مبرزا أن الإصابة جاءت على مستوى الكاحل بعد التحامه مع أحد لاعبي الأهلي. وأضاف من المستبعد أن يشارك أونغم في لقاء الإياب في مدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن إمكانية خوضه لهذا اللقاء المهم غير واردة. كشفت إدارة نادي الوداد البيضاوي عن أسعار تذاكر مباراة الحاسمة والتي سيخوضها الفريق السبت المقبل ضد الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وحدد الوداد أسعار التذاكر في 30 و50 و200 درهم، أي ما يعادل 60 و100 و400 جنيه مصري. 30 درهم للمدرجات المكشوفة، 50 للمدرجات المغطاة، و200 درهم للمنصة الرسمية. ومن المقرر أن يتم طبع 45,000 تذكرة، حيث يعول الفريق على أن يكون ملعب محمد الخامس مملوء من أجل مساندته أمام الأهلي. أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول للدوري العام. وحددت اللجنة يوم 8 يناير المقبل موعدا للمباراة على أن يقام اللقاء على استاد القاهرة، بعدما وافق مسؤولو الأمن على خوض فريق الزمالك كافة مبارياته على استاد القاهرة باستثناء مباراة المصري البورسعيدي والتي تقام على استاد الجيش في مدينة برج العرب. وإلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث فاز فريق الأهلي مواليد 99 بقيادة أمين عرابي على نظيره طنطا بأربع أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأهلي في مدينة نصر في إطار منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الجمهورية للناشئين. وأحرز أهداف الأهلي محمد بيسو الهدف الأول، وجاء الثاني عن طريق وليد عطية، وأضاف صالح نصر الهدف الثالث، ثم أضاف الهدف الرابع وليد فرج.
أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة عن وقوع فريق الأهلي رجال في المجموعة الثانية بجانب بتروجيت والقاهرة والحوار والإعلاميين والفيوم والشمس. وعقد أمس الاجتماع الفني عقد للموسم الجديد والذي تم خلاله الإعلان عن النظام الجديد والذي تقام عليه مسابقة الدوري هذا الموسم والذي ينطلق بداية من 13 من نوفمبر المقبل ويفتتح مبارياته الأهلي في الدوري يوم الاثنين في 13 من نوفمبر بمواجهة القاهرة على صالة الأمير عبدالله الفيصل. جولة في الملاعب العالمية والبداية من أسبانيا، حيث أعرب اللاعب الأسباني ألفارو موراتا نجم تشيلسي الإنجليزي عن شعوره بالندم لعودته إلى ريال مدريد في الموسم الماضي. واعترف موراتا في مقابلة مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أنه عاد إلى ريال مدريد بسبب البند الذي كان يتضمنه عقد انتقاله ليوفنتوس الإيطالي، مؤكدا أن المسؤولين في ريال مدريد تعاملوا معه بطريقة سيئة كما لو كان لا يتمتع بالخبرة والتي اكتسبها من تواجده بين صفوف السيدة العجوز طوال عامين. وقال موراتا متحدثا عن عودته لريال مدريد: كانت هناك اتفاقات تعاقدية كان يجب احترامها، الإحباط كان كبير، لقد عدت إلى نقطة البداية، لقد تعاملوا معي كما لو كنت طفلا كما كانوا يعاملونني قبل الموسمين اللذين قضيتهما في إيطاليا. أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم غياب نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق في المباراة المقررة غدا الثلاثاء أمام ناضفي سلتك الإسكتلندي ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وذكر النادي أن ليفاندوفسكي لم يسافر برفقة الفريق اليوم الاثنين إلى جلاسكو، بينما ضمت القائمة اللاعب دينغزلي كومن. وأوضح بايرن أن غياب ليفاندوفسكي يأتي كإجراء وقائي بعد أن تعرض لإصابة طفيفة
في الفخذ خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها الفريق على لايبزيغ 2-0 مطلع هذا الأسبوع ضمن منافسات الدوري الألماني. أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني أن فريقه لا يزال قادرا على المنافسة على لقب بطولة الدوري الأسباني رغم سقوطه أمس الأحد 2-1 أمام مضيفه جيرونا وابتعاده عن برشلونة المتصدر بثمان نقاط كاملة. وأضاف لازلنا قادرين على تجاوز هذا، كما تمسك زيدان بنظرته المتفائلة للأوضاع وقال سنحظى بأيام أفضل. قالت صحيفة داعس الأسبانية أن اللاعب البرتغالي جون كارلو غويدس نجم فالنسيا الأسباني والمعار من باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ أول خطوات المفاوضات مع النادي الفرنسي من أجل الانتقال في العام المقبل لصفوف أتلتيكو مدريد. وأوضحت الصحيفة أيضا نقلا عن مصادر إعلامية أخرى أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب حيث يحتاج النادي المدريدي للاعب بنفس القدرات الفنية بأي ثمن. وأكدت آس أن علاقة ريال مدريد بخورخي مانديز وكيل أعمال اللاعب جيدة للغاية وهو ما يعد نقطة قوة يستند إليها ريال مدريد في هذا الشأن. تعتزم اتحادات كرة القدم في انجلترا واسكتلندا ويلز وايرلندا الشمالية مطالبة الاتحاد الدولي للعبة فيفا بالسماح بارتداء لاعبي منتخباتهم شعار زهرة الخشخاش خلال شهر نوفمبر المقبل. ويجري ارتداء شعار زهرة الخشخاش احتفالا بالمعاهدة التي انهت الحرب العالمية الاولى في 11 من نوفمبر 1918 وسيوافق هذا العام يوم 12 نوفمبر المقبل. وكان الفيفا قد اعتبر واعتبر في وقت سابق أن شعار زهرة الخشخاش يمثل رمزا سياسيا وحظر ارتدائه في المباريات الدولية وهو ما أثار احتجاجات كبيرة في بريطانيا. ويأتي ذلك عقب إصدار قانون في سبتمبر الماضي يقضي بالسماح للاعبي المنتخبات بارتداء شعارات خلال المباريات بشرط موافقة الفريق المنافس والفيفا. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية والبداية من بوابة الأهرام البدري يخصص فقرة لضربات الجزاء في نيران الأهلي. ومن الجمهورية الأميرة السمراء تنتظر البطل بالدهر البيضاء. من الوفد الأهلي تحكيم ظلمنا طوال المشوار الأفريقي. عن بوابة الشروع الأهلي يكثف تدريباته لاستقبال الجماهير في التتش الثلاثاء. من الأهلي دوت كوم حسام عاشور يغيب عن لقاء الإياب مع الوداد. ومن يلا كرة الأهلي الأمن لن يمانع حضور الجماهير للميران وملعب الوداد صعب. في الجول الأهلي اللاعبون قادرون على وضع الوداد تحت الضغط في ميدانه.
قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، النهاردة تحتفل قناة الأهلي بعيد ميلاد النجم محمود الخطيب أحد أبرز لاعبي الأهلي والكرة المصرية عبر تاريخها. ولد محمود إبراهيم الخطيب في قرية جرجيرة مركز أجا محافظة الدهلية في يوم السبت من 30 أكتوبر من عام 1954، ونال لقب هداف الدوري مرتين وحقق لقب الدوري طبعا 10 مرات، وشارك في 50 مباراة أفريقية ولعب 225 مباراة محلية سجل فيها 121 هدف. يلعبها للخطيب حلوة من ورا الجول وماشي الخطيب هو واحد بفاضل نفسه ولا بنجاك شمال وشاد كل عام وانت بخير يا بيبو. الى هنا تنتهي نشرة اخبار رسالة المساء من قناة النادي الاهلي. دمتم في امان الله. يفوز النادي الاهلي ببطولة افريقيا لاول مرة. يركز ابو تريكه ويعملها برضه على المرمى. الله 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 من ثواني بقول هنعملها. وكوره خطيره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني. لمسه وليد على طول الكوره لمحمد ابو تريكه. ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي. وادي ابو تريكه الله الله.